بدأت بدايتي كانت عام 2002، بدأتها بإني عملت مركز نادي صغير دربت فيه الأطفال، كان مجموعة من الأطفال في العائلة والصديقات فقط بدأت فيهم، دخلنا الاتيكيت ودربتهم عليهم. لكن بدايتي الحقيقية كانت عام 2003، لأني 2002 لما جيت أدرب الاتيكيت للأطفال أكيد طبعا بدأت كهاوية وحابة لهذا الفن وقارئة، لما جيت أبغى أدعم يعني تدريبي للاتيكيت بكتب وبمنهج بحثت وما لقيت، بحكم أني ما لقيت ولا كتاب باللغة العربية عن اتيكيت الأطفال ولا حتى مدربة عربية تدرب اتيكيت الأطفال. فعملت علاقات وصداقات مع خبيرات أجنبيات، تواصلت معهم تراسلت معهم وأخذت من عندهم كتب تختص باتيكيت الأطفال ترجمتها، ولكن عملت لها منهج خاص بي، استمديت معظم القواعد الموجودة في الكتب من تعاليم ديننا الإسلامي. لقيت أنه معظم القواعد اللي عندهم قواعد أساسية وذهبية معظمها في تعاليم ديننا الإسلامي، فربطتها واستحدثت منهج جديد خاص بي أنا، وبدأت تعليم اتيكيت الأطفال والفتيات إلى عام 2005. تخصصت في هذا المجال لأنه خلاص عشقته وحبيته وحسيت أني يعني ممكن أكون متمكنة منه أكثر، لكن بتخصص عام 2007 بدأت التأليف، وبعد كده تدرجت الحمد لله في تعليم الاتيكيت من الأطفال للفتيات للكبار لتعليم الاتيكيت والبروتوكول الدولي. كلمة بدي أقولها لكل الناس اللي تعتقد أنه الاتيكيت هو ترفيهي وقواعد تكميلية وتجميلية وإنها لفئة معينة من فئات البشر، أقول لهم الاتيكيت صالح في أي زمان وفي أي مكان ولجميع الفئات العمرية، للغني والفقير، للمثقف والأمي، للكبير والصغير. الاتيكيت يعني مكارم الأخلاق اللي نقدر نعكس فيها احترامنا لنفسنا والآخرين والمجتمع من حولنا. أستاذة أميرة الصايغ كرائدة من رواد الاتيكيت المتميزة جدا في أسلوبها خلقا وعملا وكل شيء حقيقة، قيمة وقامة في ذلك المجال يعني. كانت جميلة جدا في تطبيق نظم الأخلاقيات والذوق العام في كل شيء، في المدرسة، في العلاقات العامة، في الأداء، في تعاملها مع المدرسات، في تعاملها مع طبيب وصديقاتها، مع زميلاتها، وإحنا كل يوم بنمارس الأخلاقيات الجميلة والنظام الحسن مع أميرة الصايغ. يحق لها أن يكون اسمها أميرة، ويحق لها أن تكون أميرة الاتيكيت، لأن دوراتها تتميز بالجانب النظري والتطبيق العملي، وهو ما يعد عامل جذب للطالبات، لا سيما أن الاتيكيت الآن هو تجسيد لصورة الاحترام وحسن العمل من خلال تحويله إلى سلوكيات واضحة وملموسة قد يجهلها البعض، كما أننا نحتاج إلى الاتيكيت في طريقة التعامل مع الآخرين، وهو يعتبر لغة تواصل يجب أن يمتاز بها الجميع، لا سيما فتيات الجيل القادم بإذن الله.